للخير مواسم وللإيمان نفحات، والرمضان وحشة من عام لعام. معسكر روحاني ترتفع فيه درجتنا، وتسقل فيه معادننا، وتغسل فيه همومنا. لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني. الأجزاء التانية عبادة وترتيل، لكن الأهم هو تنقية النفس والروح. في رمضان 2020 تعالوا سوا نرتحل مع الرحل، لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق. في رمضان بودكاست مع حنان عواد. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا آمالنا، واكفنا أعداءنا، وأصلح لنا شأننا، واكفنا أمر دنيانا وآخرتنا. ولم أكن بدعائك رب شقيا، ولا نستعجل أمرا رجوناك فيه، فثقتنا فيك كبيرة يا الله، نعلم أن الخير آتينا، ونحن لا نيأس بل نلح بالدعاء، فلا يشقى عبدا دعا ربه. ربي هب لي شجاعة لأغير ما أستطيع تغييره، وهب لي سكينة لأقبل ما لا أستطيع تغييره، وحكمة لأفرق بين الاثنين. يا رب يا رب، نؤمن أن من ظن بك خيرا فلن تخيب ظنه أبدا، ومن شكرك على نعمة زدته من فضلك، ومن توكل عليك فأنت كافيه وحسبه. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من رمضان بودكاست مع حنان عواد. والنهاردة عايزة أتكلم عن التفاؤل والأمل والرجاء. في ناس كتير مروا في حياتي واتهموني كأن ده يعني جرم كبير، إن أنا دايما متفائلة ودايما حاسة إن الدنيا مش مكركبة قوي كده، خصوصا يعني في الأيام اللي بيبقى فيها ظروف صعبة. كل يوم بنتسأل عشرات المرات، ها وانت عامل ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ السؤال ده بنجاوب عليه كاجولي كده، اه الحمد لله ماشي الحال الحمد لله. في منا ناس بتبقى في جواها كده احساس، لا 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 انا مش متفائل خالص، خصوصا بقى كمان لما يبقى فيه عناوين الاخبار المحبطة والكلام الغريب والحوادث، والواحد يفتح الفيسبوك اوه زي العالم مليان من الاخبار اللي مش تمام خالص. وفي نوع من عدم اليقين حاجات كتير قوي في حياتنا، في الصحة، في الظروف المالية، في الشغل، في الاستقرار، في العلاقات. وفي لحظة من اللحظات احيانا كمان بنحس ان احنا فاقدين السيطرة، كأن شكل يعني حياتنا كده واقفة مش عارف اعمل ايه. فهل ده جو يدعو للتفاؤل؟ انا بالنسبة لي المتفائل الحقيقي مش هو الشخص اللي شايف الحياة وردية وعصافير بتزقزق والكلام ده، لا 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 لا. المتفائل الحقيقي هو شخص واقعي شايف الحياة بشكل أعم، بصورة أكبر، عارف ان فيه حواجز ومعوقات وانتكاسات ومشاكل، لكن في نفس الوقت عارف ان في نتائج ممكن يحققها بالعمل، بالذكاء، بالتفكير. مش كل المواقف اللي هنبقى فيها هتبقى مثالية. المتفائل الحقيقي عارف ده كويس، وعارف ان في امور مؤقتة بتستجد على حياتنا، وان احنا ربنا سبحانه وتعالى غارس فينا القدرات اللي محتاجينها عشان نتغلب على الصعاب دي.
وانا بدور على موضوع التفاؤل ده وببحث وانا يعني لما بعمل بحث ما مش بس بشوف اللي مكتوب في المدونات والكلام ده، لا انا بروح ادور على البيبرز العلمية اللي فيه علماء عملوا ابحاث معينة عشان يقيسوا بيها الامور الهلامية دي. فلقينا يعني لقيت حاجة ظريفة جدا جدا، يعني تدعو على التفاؤل، وهو ان التفاؤل قيمة مكتسبة. 25% من قيمة التفاؤل في حياة اي حد فينا عبارة عن مهارة مكتسبة ممكن نتعلمها، وهو ده النهاردة اللي عايزة اتكلم معاكم فيه. هو ايه الطرق اللي ممكن نقدر نغير عقليتنا بيها وان احنا نصبح اكثر تفاؤلا؟ الطريقة الاولانية هي ان احنا ناخد بالنا من الايجابية السامة. يعني ايه بقى؟ تلاقي في بوستات وحكم وناس طلع مشاهير تتكلم على التفكير الإيجابي. أنا نفسي ناس كتير قوي تكتب لي تعليقات، أنا بحب تفكيرك الإيجابي، أنا بحب مش عارف إيه. خدوا بالكم من إن وراء كل ده أحيانا بيكون في إيجابية سامة. إيه بقى الإيجابية السامة؟ الإيجابية السامة إنك تكون مطالب إنك تكون سعيد وإيجابي طول الوقت. دي إيجابية سامة. ليه؟ لأن احنا كبشر كبني آدم مجبرين على تجربة كل المشاعر والعواطف اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها فينا. مش مطلوب ان انا اكون حاسس بسعادة وفرح طول الوقت، هيجي عليا وقت احس فيه بالحزن، بالانكسار، بالهزام، باليأس، بالإحباط، بالكلام ده كله. فين بقى هنا الإيجابية الصح اللي مش سامة؟ هي الإيجابية اللي أنا بربطها بالمرونة النفسية. وشوفوا كده، أنا عملت حلقات قبل كده عن المرونة النفسية أو الرجوعية، سميتها الرجوعية، وهي خاصية ربنا سبحانه وتعالى زرعها في كل الكائنات والأشياء والمكونات اللي في الكون، إن احنا نقدر نعود إلى حالتنا الأولى أو حالتنا الطبيعية بعد وجود أزمة ما أو عامل مؤثر سلبي على حياتنا. هي دي المرونة. زي بالضبط بار حديد بتتنيه، لو مرونته عالية تلاقيه رجع تاني زي السوستة، لكن لو مرونته منخفضة ما تلاقيش هوش رجع تاني وبقى اتفرد زي ما كان في الأول، ولو اتكيت عليه شوية كمان هوب يتكسر. فالكلام الإيجابي والفكر الإيجابي والكلام ده مش معناه ان انت تفضل مزقطط طول الوقت، لا، تفضل محافظ على مرونتك النفسية طول الوقت. الطريقة التانية هي ان احنا نتعامل مع القلق بذكاء. ما نقدرش نمنع نفسنا من الشعور بالقلق والخوف في بعض المواقف. في أوقات كتيرة جدا مش هيبقى عندنا كافة المعطيات اللي تخلينا حاسين بالاطمئنان لقراراتنا، أو واثقين في كل الناس اللي حوالينا فعارفين إنهم إذا عملوا أي حاجة هيكون لمصلحتنا. علشان كده لما يبقى في فترة من القلق في حياتنا نحاول إن احنا نتجاوز هذه الفترة ونفكر في شيء أكبر. دايما يقولك إيه؟ Keep your eyes on the prize. On the prize مش price. Prize يعني prize يعني الجائزة. في حياتنا في كل مرحلة، في نهاية كل مرحلة بنحقق شيء ما، بنحقق جائزة ما. دايما نخلي عينينا على ايه اللي هنحققه في اخر هذه المرحلة. طول ما حطينا هذا الهدف الاسمى والاكبر قدامنا
هنقدر نلاقي الطرق اللي تمكننا من ان احنا نشتغل ونقاوم احساس القلق والخوف. حاجة تانية كمان مهمة قوي 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 بفكر بيها نفسي كل ما بسمع الأذان. الأذان بتاعنا بيبتدي بإيه؟ بيبتدي بالله أكبر، وبيكرر الله أكبر مرة ومرة ومرة ومرة، وبنسمعه كتير قوي. يعني إيه الله أكبر؟ أنا بالنسبة لي الله أكبر معناها إن مفيش أي مشكلة تستعصي على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا أكبر من أي مشكلة، ربنا أكبر من أي هم أو قلق، ربنا أكبر من أي عدو أو خوف ممكن نواجهه. فيعني استلهموا هذا الإحساس كل مرة تسمعوا فيها الأذان إن ربنا سبحانه وتعالى أكبر من أي حاجة إحنا خايفين منها. ولأن ربنا أكبر من أي حاجة احنا خايفين منها، فهو برضو اللي هيدينا القدرة والذكاء والحكمة والعلم، وهيحط في طريقنا الأشخاص اللي تدفعنا وتعلمنا وتوجهنا. فالخلاصة هنا إن احنا نتعامل صح مع القلق والخوف. النقطة الثالثة بقى هي ان احنا بصراحة ندور بجد على الاخبار الايجابية والمحتويات الملهمة. الجرايد ووكالات الانباء والاخبار على الفيسبوك دايما مليانة حاجات سلبية، وده ليه بقى؟ لانه عشان يحقق اكبر نسبة مشاهدة، عشان يحقق اكبر نسبة تفاعل على خبر ما، لازم الخبر كده يكون فيه سسبنس، حبكة. انا لما اقولك ان في حادثة واحكي لك تفاصيل الحادثة، غير لما اقولك والله ده في واحد كويس لقى واحدة ست عجوزة مسكها من ايدها وعداها الشارع. لكن لما اقولك ده في واحد بعد ما عدى الست العجوزة راح سارق شنطتها مثلا، بقى خبر كده يا السلام، بقى فيه إثارة ومتعة وان احنا نقرأ ونش كلام ده. الحاجة التانية كمان اللي لقيتها خطيرة جدا جدا جدا، ان الاخبار المزعجة ادمان. يعني ايه؟ يعني لما نقرأ عن الاخبار التعيسة والسيئة والحاجات الفظيعة الوحشة دي، بتخلق جوانا حالة من الاعتمادية شوية على هذه الأخبار عشان أفضل أعيش هذا الإحساس والتعاطف، وكأني مدمن إن أنا أسمع عن الجرائم والقتل والبوليسية والحاجات دي. زي اللي بيقرأ روايات بوليسية مثلا، أو بيبقى متشوق وداخل في القصة كده يعني، او مثلا ان يبقى فيه فيلم عاطفي، كل ما الفيلم يبقى فيه عياط وحرب وحبكة ومشكلة وصراع والكلام ده، وكل ما يبقى اصبح اكثر امتاعا. فناخد بالنا ان احنا ما نقعش في فخ هذه النوعية من الاخبار، وان احنا ندور بجد فعلا على الاخبار الحلوة الجميلة والقصص الحلوة. في يعني وسط 100 قصة مش كويسة، في قصة او اتنين فيها اللطف والحب والرحمة والخير والحاجات دي كلها. الحاجات دي هتخلي فيه كده ابتسامة على وجهنا، سكينة في قلبنا، وده بيخلي مخنا يحس بهذه السعادة والنشوة، ويدفعك اكتر انك تدور على الحاجات الاحلى تاني عشان تدور عليها، عشان تفضل سعيد اكتر واكتر. فخدوا بالكم واحموا كده مخكم من الاخبار الوحشة، وحطوا ليميت. اذا كانت اخبار النهاردة كلها اخبار مش كويسة، عن امراض بتنتشر، عن مشاكل بتحصل، عن خناقات، عن كذا، تعالوا كده في لحظة وقولوا كفاية، انا كده النهاردة استكفيت، خلاص كفاية علي اخبار وحشة، كفاية علي حاجات زي كده، خليني اروح لحاجة تانية احسن شوية. الطريقة الرابعة بقى اللي هتخلينا اكثر تفاؤلا، ان احنا لما نتواصل مع اللي حوالينا
نركز على البهجة في التواصل، على العاطفة. العزلة النفسية سجن، سجن مميت وحش. لما يبقى فيه كلام عائلي هزروا، هزروا مع بعض يا جماعة، اتكلموا على المواقف الحلوة، اضحكوا، اتفرجوا على حاجة مبهجة واتكلموا عن اللي انتوا اتفرجتوا عليه، اتفرجوا على فيلم كوميدي، اتفرجوا على سكتش كوميدي وكلموا بعض، وانتوا كده عمالين على الايفون بتاعك وعلى فاتحين الفيس تايم. خلوها بهجة، خلوها فرح، خلوها تعبير عن السعادة. الطريقة الخامسة برضو عشان نبقى أكثر تفاؤلا هو إن احنا نركز على الإنتاجية اليومية والنجاحات الصغيرة اللي بنعملها كل يوم ونفرح بيها. على فكرة كل المواقف الصعبة اللي بنعدي فيها برضو بينتج عنها حاجة كويسة. يعني مثلا إسحاق نيوتن اكتشف قانون الجاذبية اللي يعني أساسي في الفيزياء وفي كثير من العلوم أثناء وجوده في حجر صحي، ومأساة ووباء برضو مكتسح العالم، ومع ذلك قاعد يفكر وياخد تفكيره لأبعاد تانية وحاجات تانية، وركز على الإنتاجية. وبأكد إن احنا ما نقللش من قيمة الأعمال اللي بنعملها عشان نلبي احتياجات أسرتنا الأساسية واحتياجاتنا الأساسية. الأم اللي واخدة بالها من بيتها ومن ولادها ومن جوزها وبتبذل كل ما في طاقتها ومعطاء، ما تقللش وتقول أصل صاحبتي بقت بتشتغل بقى عندها مرتبها بقى عندها كذا. الرجل اللي بيشتغل في شغل مش حبه قوي، ركز على القيمة، قيمة الشغل اللي انت بتعمله لغاية ما تبتدي تشتغل كده على موضوع ان انت تغير الكارير او تغير الشغل وتروح شغل احسن، او تغير الجروب اللي انت فيها وتروح جروب احسن. ركز على الانتاجية اللي انت بتعملها، وحس بالدور والقيمة للي انت بتقدمه كل يوم. والنجاحات الصغيرة لو كل يوم عملنا حاجة صغنونة خالص، يا سلام، افرحوا كده بنفسكم، ما تستهيفوهاش، ما تقولوش ايه يعني ان انا عملت كذا، ما في فلان عمل كذا وكذا وكذا، لا. الطريقة السادسة بقى هي الحركة، وده يمكن حاجة اكدت عليها مرات ومرات. الحركة بركة، حركة الجسم. انا هنا ما بتكلمش على التمارين والاكسرسايزز، ولو واحد فينا بقى ما عندوش العضلات ولا بتاع ويشوف الشباب الجميلة وهي قاعدة عمالة ماسكة الدمبلز ولا الاجهزة اللي في الجيم وقاعدين يعملوا، مش هو ده اللي بتكلم عنه خالص. كل واحد على حسب نوع الحركة اللي بيحس فيه براحة. في واحد يحب الجري، في واحد بيحب يشتغل بالحديد والاوزان، في واحد ممكن يشغل شويه مزيكا ويقعد يرقص. ايا كانت هي الحركه، القعده والخمول على الكنبه ماسك الموبايل بتاعك، ولا قاعده مسمر عينيكي في التلفزيون ولا الكلام ده، صدقوني هذا الخمول بيبعت رسائل غريبه لجسمنا، انت يفقد الامل بقى، انت قاعد كده خلاص ما بتعملش حاجة. النقطة السابعة هي ان احنا نركز على نقاط قوتنا ونثق بكفاءتنا. في كذا مرة اعمل وركشوب واطلب من الحاضرين ان هم يعملوا حاجة بنعملها للشركات اسمها SWOT analysis، strengths weaknesses opportunities threats. ده نوع من انواع يعني اداة من الادوات اللي بنستخدمها عشان نحلل وضع الشركة. فبيبقى في تحليل بيبص على البيئة الداخلية، وفي تحليل بيبص على البيئة الخارجية. لما بنبص داخليا على اي شركة بنفكر في ايه نقاط القوة ونقاط الضعف، ونبتدي نركز على نقاط القوة ازاي نستغلها ونقاط الضعف ازاي نتغلب عليها. عادة ما بنركز على نقاط الضعف اللي عندنا،
تلاقي كل واحد قادر يسرد عيوبه، انا اصل عيبي كذا، انا ناقصني كذا، انا ما عنديش كذا، ومش شايف نقاط القوة اللي عنده. شوف انت موهوب في ايه، شوف انت بتعمل ايه. انا مثلا كمهندسة ما كنتش شاطرة في الديزاين، ما كنتش شاطرة في التصميم، ان انا اصمم المنتج واقعد احسب، ولكن كنت شاطرة في العمليات. هاتلي منتج متصمم وانا اقولك نصنعه ازاي ونديره ازاي وننزله السوق ازاي. فلما عرفت نقاط القوة اللي عندي اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبني اياها، ابتديت اعدل مساري الوظيفي، ان انا اركز على نقاط القوة دي بدل ما اقعد اركز على اللي ناقصني واللي ولا بعد 20 سنة هبقى شاطرة فيه. فنركز على اللي بنجيده مش اللي احنا خايبين فيه. الأسلوب الثامن أو الوسيلة الثامنة اللي هتخلينا أكثر تفاؤلا هو التعاطف مع الذات. كان في العالم النفساني الكندي جوردن بيترسون، وكان كاتب كتاب اسمه 12 Rules for Life. منهم قاعدة من القواعد إن تعامل مع نفسك كشخص أنت بتحبه، وده أنا بسميه التعاطف مع الذات أو التعاطف مع النفس. يعني لما أشعر بشعور ما أحسه، هل أنا حزين؟ هل أنا سعيد؟ هل أنا عندي غضب؟ هل أنا قلقان؟ هل أنا ملان؟ وأبتدي أشوف الأحاسيس دي وجاية منين وليه وعشان إيه، من غير ما هاجم نفسي. أنا في سيدة فاضلة كانت وهي بتشتغل في البيت، تخيلوا كده، وهي بتشتغل في البيت لو حاجة وقعت من ايدها ولا حاجة ولا عملت حاجة، او يا غبية يا متخلفة حد يعمل كده. وكنت اسمع انت بتكلمي مين؟ انا بكلم نفسي عشان انا عملت كذا 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 كده. هي في جواها نار غضب على نفسها وهي بتزود هذه النار، لكن لما تتعاطف مع نفسها وتقول ليه الحاجة دي وقعت مني، اصلها وزنها تقيل، انا شلت اكتر من طاقتي، او شلتها بشكل غلط، او عملت حاجة بشكل غلط. عادي جدا ان احنا نحس بالقلق والخوف، وعلى فكرة انا شايفة ان مستويات منخفضة من القلق والخوف ممكن تكون مفيدة جدا جدا، لان الجرعات الصغيرة من القلق او الخوف هي او الغضب حتى والغيرة كمان بتحفزنا ان احنا نعمل حاجة جديدة، نغير من وضعنا بشكل من الاشكال. المهم ان احنا نتعاطف مع انفسنا. الاسلوب التاسع بقى عشان نبقى اكثر تفاؤلا هو ان احنا نغير نظرتنا لامور حياتنا، ونغير اللغة اللي بنستخدمها والمفردات اللي بنستخدمها لوصف حياتنا. بدل ما اقول ده انا محبوس في البيت، نقول ده انا محمي في بيتي. بدل ما اقول انا قرفان وطهقان في الشغل ده، اقول انا بقدم قيمة معينة. يمكن اكون مش مرتاح النهاردة، بس ممكن يا اغير ظروفي في شغلي يا اغير الشغل نفسه. الكلمات اللي بنستخدمها عشان نصف موقف ما وحالة ما ممكن تخلينا حاسين باليأس، ولما نشعر باليأس ونصل لأقصى درجاته، خلاص بقى فقدت الأمل، أشتغل ليه؟ يعني أعيش ليه أصلا؟ الناس اللي بتخش في أفكار سويسايدل بتبقى هي دي البداية، اللغة اللي بتستخدمها لوصف حياتها. الطريقة العشرة عشان نبقى أكثر تفاؤلا هي إن احنا نركز على البهجة، نركز على الحاجات الصغيرة الجميلة الحلوة اللي بتسعدنا. لو في طفل في حياتنا ضحكته، لو في صحاب بنستمتع بيه بصحبتهم نركز عليهم، لو في مواضيع كويسة حلوة ما بتجيبش خناقة بيني وبين بابايا وبيني وبين مامتي، أركز عليها عشان تبقى الحياة كده لايت ولطيفة. أركز على البهجة، على الضحك،
كتير جدا جدا لما تيجي قدامي مجموعة من النكت اجيب الولاد واجيب جوزي ونقعد اقرا لهم النكت اللي جت ونضحك وكل واحد يعلق تعليق ساخر. جدي الله يرحمه كان عنده قدرة غريبة انه يحول اي موقف لضحك وزقططة والكلام دوة، وده على فكرة محتاج تدريب. في ناس ربنا حباها بدية بشكل طبيعي، وفي ناس انا منهم مثلا لازم افكر في التعليق انه يكون تعليق ساخر بس مش جارح. كل ما نكتر هذه اللحظات، لحظات المتعة البسيطة، لحظات الفرح، كل ما هنبقى أكثر تفاؤلا. الأسلوب 11 هو إن احنا نعمل لنفسنا طقوس صغيرة. يعني مثلا انا لما مثلا احب اشجع نفسي ان انا اروح الجيم الصبح، اخد القهوة بتاعتي اللي انا بحبها بعد ما ارجع من الجيم، فبقيت كده عملت زي ما يكون طقوس معينة بأكافئ نفسي بهذه الطقوس لما اعمل حاجة كويسة. ان مثلا مرة في الاسبوع املى البانيو بالمية السخنة واحط فيها بابل وحاجة ريحة حلوة وجميلة، واخد حمام مختلف عن الحمام اللي باخده كل يوم وانا مستعجلة وعايزة اطبخ وعايزة اشتغل وعندي اجتماع وعندي تليفون وعندي كذا وعندي كذا. فنحاول ان احنا نشوف خلال حياتنا العادية واحنا عايشينها نحط كده في النص شوية أفعال وحاجات بتدخل على قلبنا السرور، ودي أنا بسميها الطقوس الصغيرة، يعني مش لاقية لها اسم تاني بس هي كده حاجات بسيطة معينة. زي مثلا الـ 5 o'clock tea، جه منين الـ 5 o'clock tea اللي عند الإنجليز اللي نقلوه في حتت كتيرة؟ ده يعتبر طقس من الطقوس، ان العيلة بتتجمع او الاصحاب بيتجمعوا ويشربوا الشاي مع بعض عشان يتكلموا عشان يحكوا عشان يبقى فيه نوع من انواع التواصل. مثلا في حياتنا اكلة معينة بناكلها يوم معين، او مكان معين بنروحه في مناسبة معينة، كل دي طقوس صغيرة كل واحد فينا يفكر ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا بعمله، وازوق كده حياتي اليومية العادية بهذه الطقوس الصغيرة. اخر اسلوب هتكلم عنه النهاردة في موضوع التفاؤل ده هو الانخراط في اعمال الخير. وعمل الخير هنا انا ما بتكلمش ان احنا بقى نروح في مؤسسة خيرية والكلام ده، لا 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 لا، انا بتكلم على الاعمال الصغيرة، الاعمال اللطيفة الجميلة اللي ممكن نعملها. تلاقي مثلا شاب جميل حلو كده شايف جارته راجعة من السوق، طب يا طنط هاتي اشيل عنك، ويشيل عنها الشنط ويوديها لها. مثلا جارنا بيزبط حاجة، بيعمل حاجة، امد ايدي وساعده. بشتري حاجات في محل ولقيت مثلا توك صغيرة جميلة تنفع لبنت صاحبتي، اخدها واديها للبنوتة، خدي جبتلك الهدية دي، ما كلفتنيش حاجة بس البنت فرحت بيها، واه والله ده اللون ده انا بحبه، انت عرفتي منين يا طنط ان انا بحب البيربل؟ ما هو شيء طبيعي انا شايفة كل حاجتها كلها بيربل. الأعمال البسيطة اللطيفة الجميلة الحلوة دي بتدخل السرور لأنفسنا وبتدينا تفاؤل، لأن وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل ما هتعمل الأعمال الصغنونة الجميلة الحلوة دي للآخرين، هم كمان هيحبوك ويقدروك ويبادلوك الحب ويحسسوك بالحب ده، بدعوة جميلة تجيلنا من حد عن ظهر غيب، بكلمة لطيفة، بشكر، بأن حد يحكي، بأن شخص يحكي عن هذا العمل اللطيف لشخص آخر، وهكذا. تذكير أخير،
حاول حاول تتعرف على مشاعرك. التفاؤل مش حالة دائمة، ولا السعادة حالة دائمة، ولا القلق حالة دائمة. المشاعر بتتقلب، وعلى مدار اليوم على مدار اليوم هتلاقي الصبح كان عندك أمل وتفاؤل، بعدين حصل موقف حسيت بالزعل والغضب، بعد كده دخلت في قلق ورعب وحزن وهكذا. حتى لما بنفقد بني آدم عزيز علينا، تبص تلاقينا برضو بنخش في مجموعة من المشاعر ما بين الوحشة والحزن والسخط. اشمعنى ليه أنا اللي جوزي يموت والجوازات التانيين كويسة؟ ليه أنا اللي ابني يتخطف في زهرة شبابه؟ ليه أنا اللي جدتي تموت وما أشوفهاش وما ودعهاش؟ ليه كذا ليه كذا ليه كذا؟ وبعدين نفتكر مواقف حلوة حصلت لنا مع الناس دي والأشخاص دي. ليه أنا أدخل الامتحان ويطلع صعب؟ وافتكر يا ده أنا يا ما عديت من امتحانات. فعلى مدار اليوم في مستويات متفاوتة من مشاعر مختلفة، فنحس بالمشاعر دي ونتعامل معاها. ولما نتعامل معاها صدقوني صدقوني هتزيد جرعة الأمل والتفاؤل اللي هتحسوا بيها. وندعوك يا الله، يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، أسألك أن تقذف رجاءك في قلوبنا حتى لا يكون لنا هم ولا شغل غيرك، وأسألك أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، إنك على كل شيء قدير. أرجو أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة واستفدتوا منها. أنا شخصيا استمتعت بيها واستفدت بكل كلمة قلتها لكم وذكرت نفسي بيها. لو عجبتكم حلقة النهاردة من رمضان بودكاست مع حنان عواد، ياريت تبدوا إعجابكم بالحلقة ودوسوا لايك، تشتركوا في القناة، وما تنسوش تنشروا الخير في شهر الخير، وابعتوا الفيديو لأصدقائكم وأسركم وكل شخص في حياتكم ممكن يتعلم حاجة من فيديو النهاردة. أشوفكم بكرة إن شاء الله.